ما توقعت تشوفيني، فكرتي اخليكي تلعبي الاعيبك القذره. الاعيبي؟ اسمعي يا شاطره، سلطان خطيبي انا وبعد فتره رح نتجوز. اصلا انتوا الاثنين لاقين لبعض. ما بكفي سرقتي فلوس الشركه وصرتي سراقه وحراميه، وكمان بدك تسرقي سلطان؟ انا ما طلبت اقرافه، هو اللي اصر. بعدين انا لا طايقته ولا طايق الشغل معه. احفظي ادبك. سئت منكم. اطلعي برا. انت قليله ادب، احفظي ادبك. بقول لك اطلعي برا. تفضلي تفضلي. يلا يا سيد جواد. سيد سلطان، روان تعبانة، أكيد في إشي غلط، بتبكي على التليفون. تعبانة؟ عن إذنك سيد سلطان. طب لحظة لحظة، خليني أروح معك. تفضل تفضل. يعني سروان، اسمع سيد سلطان، انا ما طلبت ارافقك لهون ولا فرضت نفسي عليك، انت اللي اصريت. لو سمحتي، احنا جايين هون بشغل، مثلك مثل الموظفين اللي رافقونا. فهم هذا الحكي لخطيبتك ارجوك. خطيبتي؟ شو علاقتها بالموضوع؟ وبعدين شو اللي جابها على بالك؟ ما اجت على بالي. هلا كانت هون. داليا كانت هون بالفندق؟ جرحت شعوري وأهانت كرامتي. ما بكفي الظروف اللي فرضتها علي بالشغل، كمان أتحمل إهانات خطيبتك، هذا كتير. أنت متأكدة إنه داليا كانت هون؟ أنا ما بكذب. ماشي، انسي اللي صار وأنا بتصرف، المهم اتركس بالاجتماع وبس. هذه مش أول مرة. حكيت لك أنا بتصرف.